والله بطاريه ولا يا ولد قهر راحت سوالفه كله. اقول انت فايز في العلوم الغانمه وفي المراجل وفي الطيب. الله يعزك في طيبه القلب. عليك زود والله. المطبخ مو مقياس يا حبيبي هالوجه. والله تذكر بالبدايه بدايه برنامج كانها امس يا ربي ما دخلنا عليك باقي 10 ايام والله العظيم والله العظيم والله العظيم اني بطلع برنامج وانا نسيت الايام هذه اللي راحت كلها ايام ايام يا ولد يا ملل يا هالدنيا يا ملل بيجون بعدك نسخ يا ملل بتصير من النسخ السابقه وش يبقى لك؟ ها؟ يبقى لك الاثر الطيب يبقى لك الله الله كان حماده لا حمادة ما راح يتكرر في أي نسخة وأنا أقول كان حمادة يعني أنت بالنسخة هذا أنا أضاحي شمر مو متكرر لا يمكن أنت طيب أنت سنافي يمكن يجي واحد سنافي أنت سنافي وطيب طيب. راس أنا وأسوك راس أنا وقلب شوف يا صار القلب هذا طيب ما عليك ما تخاف الله والله الناس بترجع وتصحصح أنت يا حمادي والله جوهرة والله جوهره انا قلتها لحمد الرحيم انت جوهره وانت كذلك صراحه ابو هاد انت شخص متفرد شخص يضاقت على ضاحي شخصيا يروح لابو هادي يا ابو هادي انا كذا 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 يجي ابو هادي انت سوي 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 كذا ريح لا 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 تحطم لا لا لا, لا. والله اني صادق يعني والله ثم انت يا ابو هادي والله علوم تدري وش المعاناه وش المعاناه إن ما في شخص أروح أشكيله كلنا نشكيلك فتراكم عليك الدنيا والله أنك ناقل عنا حمل كبير يا أبو هادي باقي يضحك واستانس ما أقول لك حمادة باقي متمدد يا ويلي هلا أبو لباني لباني في لا والله دخلوا كذا اي والله يلا ارفع ارفع الصوت إيه بس جاء وقت متأكد دخل الوقت الله يكتب اجرك اليوم في فقرة